يسأل عن هذا الدعاء أحسن الله إليكم، يقول سبحانك اللهم قد استمعت فاستجب وقد علمت فاغفر، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت أهل فافعل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، إلى آخر هذا الدعاء. هل هذا يعد تعديا في الدعاء أحسن الله إليكم؟ هذا توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا حرج في ذلك، وليس في هذا سوء أدب أو تعدم في الدعاء، وهو نوع من الإلحاح على الله عز وجل في إجابة الدعاء، ومثل هذا لا بأس به، لكنه لا ليس من السنة بهذا اللفظ، يعني ليس من السنة أن يختم الدعاء بهذه الكلمات، بل كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، ولم ينقل عنه أنه كان يختمها بشيء بعينه من صيغ الدعاء. وهذا الذي ذكر هو من التوسل بأسماء الله عز وجل، والدعاء دعاء الله تعالى بأسمائه أمر الله تعالى به في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا إشكال في هذا، وليس في هذا أي تعد في الدعاء ولا سوء أدب في سؤال الله عز وجل.